البداية من تونس، ماذا يحصل في تونس؟ هناك أزمة في الشارع، هناك احتقان اجتماعي كبير جدا، أزمة اقتصادية تتعمق تتوسع وتتفاقم، ولكن أين هي أدوات الحكم وإدارة هذه الأزمات؟ مقسمة ككل شيء في تونس بين الرئاسات الثلاث. نتابع بعض هذا التقرير ثم نعود لمناقشة الموضوع. أمام تفاقم الصراعات السياسية المتزامنة مع تأجج الاحتقان الاجتماعي وتأزم الوضع الاقتصادي جراء جائحة كورونا، تعددت المبادرات في تونس الرامية إلى فتح حوار وطني يطفئ فتيل التجاذبات الحزبية ويفتح المجال لإنقاذ البلاد والالتفات إلى مشاغل الشعب. أطراف عدة دعت لحوار وقدمت مبادرات للخروج من الأزمة على غرار اتحاد الشغل وحركة الشعب وحزب التيار الديمقراطي. محللون اعتبروا أن هذه المبادرات هي إعادة إنتاج وبلورة لمبادرة الحوار الوطني التي أطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل سنة 2014 بإشراف من رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي. ولكن ترجمة هذه المبادرات على أرض الواقع مهمة صعبة حسب رأيهم، خاصة في ظل الانهيار الاقتصادي وتراجع النمو إلى مستويات غير مسبوقة، وأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس أصبح مترديا إلى الحد الذي يصعب فيه التعامل معه بمنطق السلطة. مراقبون يرون أن هذه المبادرات الجديدة تندرج ضمن ما يمكن أن يطلق عليه بجبهة الرئيس قيس سعيد، والمكونة أساسا من الاتحاد العام التونسي للشغل والتيار الديمقراطي وحركة الشعب الذين ألفوا سابقا الحزام السياسي لحكومة الرئيس الأولى حكومة إلياس الفخفاخ، وهي جبهة تمتلك ثقلا داخليا خاصة بوجود الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يملك سلطة التأثير الاجتماعي. لكن السؤال الذي يرافق هذه المبادرة وغيرها من المبادرات هو موقف الرئيس سعيد منها، ولماذا يبدي تحفظا غامضا نحوها؟ ولم يبادر هو بطرح مقاربة لحوار وطني على غرار الرئيس السابق الباجي قايد السبسي. أسئلة تبحث عن أجوبة لدى الطبقة السياسية، فيما الشارع التونسي بعد 10 سنوات من الثورة لا زال يبحث عن سؤال الاستحقاق الاجتماعي. معنا عبر الهاتف من تونس أستاذ صلاح الدين الجورشي، الصحفي والمحلل السياسي. أستاذ صلاح الدين أهلا بك. أهلا وسهلا، مرحبا. إذا تعددت المبادرات في تونس ومن جهات مختلفة، ولكن إلى حد الآن الرئيس قيس سعيد الذي دعي من جميع الأطراف أن يحتضن هذه المبادرات وأن يكون راعيا لها لم يبدي أي تفاعل إيجابي معها. نعم، شوف، هو لماذا تعددت المبادرات؟ لأن هناك اقتناع لدى جزء واسع من فعاليات الطبقة السياسية وحتى المجتمع المدني حول ضرورة أن ينطلق حوار وطني في أقرب وقت، لأن هذه الأطراف الداعية إلى الحوار تؤكد ويتبين لها من خلال استقراء الماضي والحاضر بأنه لا يوجد وسيلة أخرى للخروج من المأزق الراهن غير وسيلة الحوار. ولكن المشكلة ليست في الحوار في حد ذاته، ولكن في أمرين أساسيين. الأمر الأول، ما هو محتوى هذا الحوار وما يجب وكيف يجب أن يخرج بنتيجة إيجابية، وثانيا تتعلق بأطراف الحوار، من يدعى إلى هذا الحوار ومن يقع إقصاؤه منه. والتجاذبات السياسية والحزبية والإيديولوجية والمصلحية هي التي أصبحت تتدخل لتحديد أطراف الحوار وبالتحديد الأطراف التي يجب إقصاؤها من هذا الحوار. طيب أستاذ صلاح الدين، عندما يقول الرئيس قيس سعيد لا حوار مع الفاسدين، هو أولا لحد الآن كلمة الفاسدين في تونس معومة جدا وفيها تعويم وتعميم أيضا، ولكن في آخر الأمر هناك مكونات سياسية رئيسية موجودة، إن كان في البرلمان أو في الأحزاب التي شكلت إلى حد ما المشهد السياسي في تونس، شخصية وطنية اعتبارية، منظمات المجتمع المدني، وأساسا المنظمات، منظمة شغيلة، منظمة الأعراف، اتحاد الفلاحين، يعني كل هذه الأطراف تقريبا كل المبادرات دعتها إلى هذا الحوار. لماذا إلى حد الآن لا توجد مبادرة من أجل الدفع وتنزيل كل هذه الأفكار إلى حيز الفعل؟ لأن الأطراف التي كنت تتحدث عنها في سؤالك هي غير متفقة حول من يقع دعوته إلى الحوار، من يشارك في هذا الحوار. وحتى الرئيس قيس سعيد له تحفظات، ولكن التحفظات ليست عادية،
تحفظات من شأنها لو تابعناها ونفذناها لأقصت جزء هام من القوى السياسية اللي هي موجودة، سواء رضينا على هذه القوى أم لا. وهنا لا نتحدث عن حوار ثنائي، لا نتحدث عن حوار ثلاثي، نتحدث عن حوار وطني. نقول حوار وطني لابد أن يشمل الأليات والأطراف التي لها دور ولاعب أساسي في هذه المرحلة. بطبيعة الحال لا أحد يمكن أن يعترف حول فكرة أنه لا يقع دعوة الفاسدين، لكن من هم هؤلاء الفاسدون؟ وما هي المقاييس التي ستعتمد لمعرفة الفاسد من غير الفاسد؟ لذلك اعتراض رئيس الجمهورية من الناحية النظرية معقول، ولكن من الناحية العملية يخلق نوع من الضبابية، ومن شأنه أن يجهز فكرة الحوار الوطني أساسا. حمل همامي الزعيم اليساري وزعيم حزب العمال في تونس، اتهم قيس سعيد بأنه هو يسعى إلى إجهاض هذا الحوار لأنه لا يملك مشروع، وبأن الحالة الآن في تونس، هذا الستاتيكو الحاصل الآن في تونس، هو يخدم أجندة قيس سعيد للبقاء في رئاسة الجمهورية وعدم إحراجه أمام مناخبية أمام الشارع التونسي بأنه رئيس لا يملك أي شيء. هو شوف، رئيس الجمهورية لم يحدد ماذا يريد بالضبط في مجال الحوار. كل ما عرض عليه فكرة الحوار يقول نعم، ولكن عندما يقول ولكن يطرح نوع من الاعتراضات اللي هي اعتراضات نظرية. بطبيعة الحال رئيس الجمهورية من مصلحته أن الأحداث السياسية تصل إلى مستوى العجل لكي يؤكد بأنها غير قادرة على أن تدير المرحلة القادمة، ولكي يؤكد بأن إقصائها أو تشريكها بنسبة ضعيفة جدا هو الأفضل للبلاد، وبالتالي من مصلحته أن لا يشارك الجميع وأن يبرز أنهم عاجزون عن تحقيق أي تقدم. لكن في نفس الوقت قيس سعيد الآن لا يستطيع أن يواصل في حالة الضبابية هذه لفترة أطول، يجب عليه أن يتدخل باعتبار الجمهورية حسب مقتضيات الدستور، وإذا ما وجد البلاد أمام منعرش خطير ينزلق بها نحو العنف ونحو الفوضى، فإن بطبيعة الحال هو سيدفع الثمن كغيره من القوى السياسية. ما أنا أعود بك أستاذ صلاح وأختتم معك بهذا السؤال. في بداية حديثك تحدثت عن التجاذبات وعن دور رئيس الجمهورية قيس سعيد. أخبار متواترة في الشارع التونسي في الطبقة السياسية في تونس بأن قيس سعيد كان وراء إفشال زيارة رئيس الحكومة هشام المشيشي إلى فرنسا بالتعاون مع أصدقاء له في الحكومة الفرنسية، نظرا لحالة الاختلاف والخصومة الحادة الموجودة الآن بين هشام المشيشي وقيس سعيد، وأراد الرئيس أن يحيد المشيشي إلى حد ما من دائرة الفعل الدولي. ما دقة هذه الأخبار؟ نعم، هذه أخبار الحقيقة رائجة، ورواجها يدل على أن هناك من لعب أدوارا مختلفة في جعل هذه الزيارة لا تحقق الأهداف المرجوة منها. هناك محاولة لإضعاف المشيشي، إضعافه على الصعيد الداخلي ولكن أيضا على الصعيد الدولي، وخاصة أن الطرف الفرنسي يعني لم يتعامل مع الزيارة بالجدية المطلوبة، فبالتالي نزل رئيس الحكومة والوفد المصاحب له، فلم يجد أي أحد من وزارة الخارجية ولا من رئاسة الفرنسية في انتظاره. ثم بدل أن تكون هذه المحادثات تتم في مقر رسمي تابع للوزارة للدولة الفرنسية، معناها كانت هناك استفارة هي التي احتضنت، والدولة هي التي احتضنت ضيوف تونس لدى فرنسا، وبالتالي هناك الحقيقة مؤشرات لم تكن بريئة ولم تكن تتماشى مع مستوى العلاقات بين البلدين. صحيح الزيارة الكامل الكلمة، ولكن كان مطلوب منها أن تحقق أهداف كبيرة. فمن سعى إلى إفشالها في الحقيقة لم يفشل فقط رئيس الحكومة أو يضعفه، وإنما أضعف صورة البلاد، لأن تونس الآن أصبحت محل تجاذبات ومحل معناها تعليقات من أطراف دبلوماسية لم يكن لها الحق في أن تمس من سيادة تونس ومن صورة تونس. طيب انعكاسات بسرعة معنا، وأعتذر منك لأن المسألة مهمة، انعكاسات ذلك على وتداعياتها على علاقة الرئاسات الثلاث؟ لا، هو أشوف الرئاسات الثلاث عمليا معطلة، المسافة بين الأطراف بين الرؤساء الثلاثة يعني مسافة شاسعة، وخاصة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة من جهة، ورئيس الجمهورية ورئيس البرلمان،
هذا يعني لا يمكن تغطيته، لأنه لو غطيناه لفقدنا رؤية واضحة لما يجري في تونس. لكن طبعا هناك محاولة لتجاوز هذه الإشكالات التي أصبحت مقلقة ومزعجة وتمس مصالح تونس، لكي يقع إعادة النظر في بناء علاقات جديدة. ولكن العلاقات الجديدة لا يمكن أن تبنى بالمناورات، تبنى بالحوار الصريح وبتحديد الأهداف والآليات بين الرؤساء الثلاثة. شكرا لك يا أستاذ صلاح الدين الجوشي، الصحفي والمحلل السياسي من تونس، شكرا لك. إلى المغرب، الجميع توقع ردة فعل عالية من الشارع المغربي، هذا حاصل على الأقل على المستوى التفاعل إن كان على وسائل التواصل الاجتماعي، وأيضا حتى على الحراك في الشارع إلى حد ما، وكذلك المجتمع المدني المغربي والجمعيات المغربية. تقريبا هناك قاسم مشترك بين جل هذه الجمعيات، هو رفض التطبيع، رفض إعلان عودة العلاقات بشكل طبيعي بين المغرب وإسرائيل. هذا الرفض تجسم في ندوات، في مؤتمرات، في بيانات صدرت عن العديد من الهيئات والمنظمات في المجتمع المدني، إضافة إلى الأحزاب والمكونات السياسية. معنا عبر الهاتف الأستاذ عايدة الطعمي، عضو القطاع النسائي في الهيئة المغربية لنصرة قضايا المرأة. أستاذ عايدة أهلا بك. أهلا وسهلا، مرحبا سيدي. إذن المجتمع المدني في المغرب يتحرك ويقاوم مسار التطبيع، وهناك يعني حملة كبيرة جدا في على وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا بشكل مباشر في الشارع من أجل التحشيد والتعبئة، حتى يصبح هذا المجتمع المدني هو الرافعة الأساسية لمقاومة التطبيع. إلى أي مدى يمكن لهذا الجهد أن ينجز ما يصبو إليه الشارع المغربي؟ نعم، شكرا لك سيدي، وشكرا لقناة الحوار التي أتاحت هذه الفرصة للتحدث عن القضية الفلسطينية وعن موجة التطبيع التي تجتاح العالم العربي في هذه الآونة. نعم سيدي، مقاومة التطبيع هو شيء طبيعي يعني من طرف المغاربة، فارتباط المغاربة بالقضية الفلسطينية هو ارتباط وطيد لا يقتصر فقط على الجانب الإنساني، بل يتعداه إلى البعد العقدي. فالمسجد الأقصى جزء من عقيدتنا، فهو أولى القبلتين وثالث الحرمين ومصرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه نزلت آيات تتلى صباح مساء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، كما أنه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصانا أن نأتيه بزيت، والزيت هو الدعم وهو شد عضد المناضلين والمنافحين عن حقهم في أرضهم. الإخوة الفلسطينيين أصحاب حق في أرضهم، اجتاح الكيان الصهيوني أرضهم، وبالتالي فالدفاع عنهم هو دفاع مقدس ودفاع عن حق. طيب، هذه الكلمات الجميلة وهذا الإحساس العالي بالانتماء للقضية الفلسطينية واحتضان القضية الفلسطينية، أنتم في المجتمع المدني ما هي الخطوات العملية؟ صدرت عديد البيانات، هناك وقفات احتجاجية، ندوات، مؤتمرات، هناك حراك ظاهر في المغرب، هل ممكن لذلك أن يجعل التطبيع هذا لا يتجاوز لقاء بين وزراء وإمضاء وثيقة وانتهى الأمر، لا يمكن أن يكون له أي مفاعيل سياسية أو اجتماعية واقتصادية؟ نعم، إذن نذكر أن التطبيع استغل الظرفية الحالية للوباء واستغل الحجر الصحي، ولولا ذلك لخرجت يعني مسيرات وخرجت احتجاجات في نقط مختلفة من المغرب. والأمل في الشعوب، فالشعوب تصنع المفاجآت، فمقاومة التطبيع، سنقاوم التطبيع بكل ما أوتينا من طرق سلمية وقانونية. ونذكر أن كيف يعني أغلق مكتب الاتصالات يعني بين المغرب والكيان الغاصب حينما تم العدوان على غزة، كذلك أن الشارع المغربي والمواطن المغربي والشعب المغربي
لا ينسى ابدا صور التي ترتكب، الصور التي تجسد العدوانيه الكيان الصهيوني ووحشيته وغطرسته تجاه الشعب الفلسطيني. فلا ننسى صوره المراه التي تحتضن شجره الزيتون، ولا ننسى ماذا يفعل بالمعتقلين في السجون، ولا ننسى اعتقال الاطفال، ولا ننسى يعني حصار غزه. كل هذه المشاهد سوف تكون يعني حاضرتان، وسوف تكون يعني حافزان. لا ننسى كذلك إحراق المسجد الأقصى، فما فعله العدو الصهيوني في الأراضي. أستاذ عايدة، واضح بأن هناك فهم ووعي بضرورة دعم القضية الفلسطينية، تلمسنا ذلك من خلال هذه الكلمات التي يعني تفاعلت معها أيضا مع الحاصل الآن في فلسطين تاريخيا والآن أيضا. أشكرك عايدة الطعمي، عضو القطاع النسائي في الهيئة المغربية لنصرة قضايا المرأة، شكرا لك. إذن في ليبيا، زيارة عباس كامل رئيس المخابرات المصرية كموفد شخصي وخاص من عبد الفتاح السيسي، زيارة إلى بنغازي تلقى خليفة حفتر وعقيلة صالح. ليس سرا بأن هناك خلافات كبيرة جدا في معسكر بنغازي، معسكر حفتر، وصراعات كبيرة أيضا حول النفوذ وحول مستقبل العملية السياسية والتموقع فيها. كذلك في جبهة طرابلس هناك خلافات وهناك صراع، تقريبا هي نفس العناوين ولكن ليست نفس المسارات. هذا هو ملفنا الرئيسي اليوم في محطات مغاربية، ولكن بعد هذا الفاصل القصير مشاهدينا الكرام فابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى الجزء الثاني من حلقة اليوم من محطات مغاربية. إذن عباس كامل رئيس المخابرات المصرية في بنغازي يلتقي خليفة حفتر وعقيلة صالح، خلافات داخل هذا المعسكر حول التموقع في مسارات المقبلة، حول العملية السياسية، وأيضا لكبح جماح أي مغامرة ممكن أن يقدم عليها أي طرف. كذلك في طرابلس لازال الصراع محتدما بعناوين مختلفة، ولكنه دائما في علاقة بمسألة التموقع في المرحلة المقبلة. نتابع بعض هذا التقرير ثم نعود لمناقشة الموضوع. التقى يوم السبت الماضي رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل العقيد المتقاعد خليفة حفتر والمستشار عقيلة صالح رئيس ما يعرف ببرلمان طبرق خلال زيارته لمدينة بنغازي شرق ليبيا. واستعرض رئيس المخابرات المصرية والمشير حفتر عددا من الموضوعات المتعلقة بمسائل أمنية ومسارات العملية السياسية في ليبيا، نفس الموضوعات التي ناقشها عباس كامل مع المستشار عقيلة صالح، مؤكدا على دعم مصر لكافة مسارات التسوية الشاملة للأزمة الليبية بالتنسيق مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. مصادر إعلامية ذكرت أن زيارة رئيس المخابرات المصرية أتت لرأب الصدع الحاصل في معسكر حفتر وشركائه، خاصة مع تصاعد حدة خلافه مع عقيلة صالح، وأن عباس كامل ضغط من أجل تقريب وجهات النظر وترتيب البيت والاستعداد للمرحلة المقبلة، خاصة مع توجه ظاهر على مستوى الدولي للدفع بمسار الحل السياسي في ليبيا. مصادر مقربة من حكومة الوفاق ذكرت أن عباس كامل الذي قابل حفتر وعقيل صالح موفدا من عبد الفتاح السيسي يحمل تصورات للمرحلة المقبلة يبدو أنها نوقشت مع الجانب الفرنسي، خاصة وأن الزيارة أتت بعد 10 أيام من زيارة السيسي لفرنسا. تحركات سياسية وكذلك أمنية تشهدها الساحة الليبية مع توتر الأخبار حول تسرب المرتزقة بأعداد كبيرة في الفترة الماضية وعملية التحشيد للقبائل في الشرق لدعم حفتر، إضافة لشحنات السلاح التي لم تنقطع، كلها مؤشرات على أن المرحلة القادمة في ليبيا ليست سياسية فقط، وأن اتفاقات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 التي أجرت الشهر الماضي اجتماعا جديدا في مدينة سرت أسفر عن تثبيت وقف إطلاق النار واتخاذ عدد من الإجراءات التي تساهم في استقرار الوضع العسكري والأمني بكافة ربوع ليبيا، ليس كافيا لضمان التهدئة والذهاب للحل السياسي.
إذن ما هو المعلن والغير معلن في زيارة عباس كامل، وأيضا ما يحصل في طرابلس، كلاهما يعكران المسار الذي تسعى إليه بعض الأطراف الدولية وأيضا الأمم المتحدة من أجل تفعيل خريطة الحل السياسي. معنا في الاستوديو الأستاذ صلاح الدين البكوش، المستشار الأسبق للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا. هذا بك أستاذ صلاح. أهلا بك. إذن زيارة عباس كامل تقريبا لا يخفى على كل متابع أنها أتت لتقريب وجهات النظر بين عقيلة صالح بين خليفة حفتر. خليفة حفتر يبدو أنه مارس شيء من التنمر تجاه عقيلة صالح وبعض الأطراف المقربة منه، وهذا جعل الخلاف يزعج الأجندة التي تدعم خليفة حفتر. إلى أي مدى يمكن أن ينجح عباس كامل في رأب هذا الصدع أو في تقريب وجهات النظر؟ شوف، أولا لنقول بأن بالنسبة لمصر حل السياسي الآن أفضل ما يمكن أن تتحصل عليه، خاصة أن سمعنا الاتحاد الأوروبي، البرلمان الأوروبي قام بإصدار قرار أعتقد أنه مسبوق غير مسبوق بخصوص التحقيق في جرائم ارتكبها النظام المصري. هناك جو بايدن على بعد أسبوعين، وجو بايدن وزير الخارجية المكلف وضح بأن حقوق الإنسان وما إلى ذلك ستكون على رأس الأجندة. وجو بايدن ليس من الذين يؤمنون بأن السيسي دكتاتوره المفضل كما كان ترامب. في ليبيا نجح السيسي في إحداث خط تماس في سرت الجفرة، وثبت هذا الخط ولم يضطر إلى الدفع بجيشه داخل ليبيا 1000 كيلومتر في عمق ليبيا لغاية سرت، ومئات الكيلومترات من الحدود، لم يضطر إلى اختبار ولاء الجيش له، ولديه عسكري يمكن أن يكون هو الشرطي في تلك المنطقة العازلة، وسيتحصل على ما يقارب من نصف الحكومة في طرابلس. هذا أفضل ما يمكن يتحصل عليه السيسي، ولهذا لا يريد لحفتر أن يرتكب أي حماقة، ويريد لعقيلة صالح أن يكون مرنا. وعلى هذا الأساس رأينا أول النتائج، هو أن السيد الدرسي عضو مجلس النواب والداعم الكبير لحفتر ومن دعاة الفيدرالية وما إلى ذلك، يقول وداعم كبير لعقيلة صالح، يصرح بأننا اللجنة التي شكلها عقيلة صالح ندرس احتمال القبول باستمرار السراج كرئيس المجلس الرئاسي. يعني تحدثنا في فترة سابقة، يعني منذ أكثر من شهر ونصف، بأن هناك تخوف من قيام خليفة حفتر بمغامرة، ويبدو أن هذا التخوف وصل للسلطات في مصر وأرادت أن تكبح خليفة حفتر وأن تحده ممكن من قيام، أنت ذكرت بهذه حماقة، يعني لو قام خليفة حفتر بعملية عسكرية بادر لذلك. هل خليفة حفتر يتحرك بمفرده نزوة، أم هناك أطراف دولية أيضا تدعم هذا التحرك لخليفة حفتر؟ أنا متأكد بأن الإمارات على سبيل المثال ليست على نفس الدرجة من التخوف كالمصريين أو ربما حتى الفرنسيين والسعوديين من قيام حفتر بعملية كهذه، ولأنها لا تتأثر كثيرا والتكلفة ليست كبيرة بالنسبة للإمارات. هذا بحكم الجغرافيا، يعني بحكم الجغرافيا وبحكم يعني ما يسمى بلو انتنسيتي وور، اللي هي مش حتى يعني مش حتكلف كثير. بالنسبة لمصر طبعا حدود مشتركة واعتماد اقتصادي كبير على السوق الليبية للعمالة المصرية التي تأتي من المناطق الفقيرة في مصر، فلذلك يؤثر فيها. فعلى هذا الأساس أنا في تصوري أن حفتر لن يقوم بأي شيء في على أقل في 3 أشهر القادمة إلى أن يدخل بايدن، وتفشل إذا قدر الله الفشل هذه المحادثات السياسية القائمة، والعالم لا يريد الآن، وهي جامدة المحادثات السياسية، وتقريبا لا بوادر لانفراج. لا، ليست جامدة. أعتقد أن هناك تحرك على الأقل من وجهة نظري أنا، هناك تحرك في الغرف جيد. الخلفية جيد، لا ليس في الغرف الخلفية، يعني إذا أردنا أن نتحدث في هذا الموضوع كان هناك موضوعين رئيسيين في المحادثات،
سلطة تنفيذية والوصول إلى انتخابات. ستيفاني ويليامز أعلنت في أول جلسة بأن الهدف الأسمى لهذه المحادثات هو الوصول إلى انتخابات وتمكين الشعب الليبي من تجديد الشرعية في مؤسساته. بدأ الحديث عن الجسم التنفيذي وآليات، ولم يستطع الملتقى أن يصل إلى حل يعني. فقرر ستيفاني ويليامز وقالت بالحرف الواحد: أنا سوف لن تجعل الانتخابات رهينة للمناكفات السياسية بخصوص. ولذلك تم تحديد تاريخ لأول مرة، ديسمبر 24 2021. ليس ذلك فقط، ولكن قالت بأن ووافق الملتقى أن لدى مجلس النواب ومجلس الدولة 60 يوما بدءا من 21 ديسمبر بكرة لإعداد القوانين والقاعدة الدستورية وما إلى ذلك، وشكلت اللجنة القانونية التي ستتابع هذا الأمر. طيب سأعود معك لهذه النقطة، المسار السياسي وماذا يقع أيضا في جبهة طرابلس، ولكن في نفس الإطار، في تقاطع مع ذهبت إليه الحل السياسي، معنا عبر الهاتف الدكتور أحمد معيوف الأكاديمي الكاتب الصحفي وأحد الموقعين على بيان صالون نخبة ليبيا، بيان للرأي العام فيه دعوة من أجل توحيد المؤسسات الليبية والذهاب إلى حل سياسي سلمي يضمن الاستقرار وعودة الحياة المدنية السياسية السلمية في ليبيا وكذلك الحفاظ على الدم الليبي. دكتور أحمد أهلا بك. أهلا بك سيد محمد، أخبارك كويس إن شاء الله. أهلا وسهلا دكتور أحمد، لو تعرفنا أولا بهذا الكيان صالون نخبة ليبيا. نعم، والصالون هذا له فترة طويلة الحقيقة، يجمع شلة كبيرة من الليبيين، أغلبهم كان فيه طالب منهم وزراء سابقين ووزراء في الحكومات الماضية، وزراء من أيام من العهد الماضي أيضا، وفي طبعا أعضاء من مجلس النواب، أعضاء من مجلس الدولة، في صحفيين، فيه أعضاء من البعثات ذات الليبية في الخارج في المجلس في أكثر من محفل دولي. فالحقيقة الشلة اللي تضمنها بيان الصالون شلة لا بأس بها، تمثل كل الأطياف الليبية وتمثل كل الليبيين أيضا، ليس فقط الأطياف الفكرية والأطياف السياسية. جيد جدا نعم. هذه تمثيلية لهذه النخبة الموقعة على هذا البيان. البيان دعا إلى الوحدة المؤسسات الليبية ودعا إلى الحفاظ على الوحدة الترابية أيضا والتفعيل العملية السياسية. في تقديرك، هل الآن هناك أذان ممكن في ليبيا إن كان في الشرق في الغرب تنصت برشد مثل هذه الدعوات؟ هو نعم طبعا جاءت الدعوة زي ما شفتها وزي ما تكلم سيد البكوش تحيتي لي طبعا حين التقيت شنوية. الحراك في الأزمة الليبية في الفترة الأخيرة كثير جدا، اجتماعات في أكثر من مكان بين الليبيين أنفسهم دون الوسطاء، الاجتماع الأخير في غدام، اللجنة العسكرية، فكل هذه الأمور خلت الناس تضع يعني تستعيد الثقة في إمكانية الوصول إلى حل الأزمة الليبية. لكن حل الأزمة الليبية لن يتم إلا إذا توحدت المؤسسات، لأنها تحتاج حتى في العملية اللي الآن يجرى التحضير لها وهي الانتخابات القادمة 24 ديسمبر 2021، تحتاج إلى حكومة واحدة، تحتاج إلى قوات لحماية الانتخابات والإشراف عليها، تحتاج إلى مؤسسات موحدة. فإن لم يتم توحيد المؤسسات هذه لن يتم هذا الأمر بسهولة. وفي تقديري أهم المؤسسات التي يجب أن يسعى الليبيين إلى توحيدها هي مؤسسة الجيش، لأن الانتصار في الجيش مكن البعض من القيام بعمليات عسكرية للوصول إلى السلطة، وهذا الأمر مرفوض من الليبيين وخاصة من الصالون نفسه. يعني الصالون نفسه بأي عمل عسكري ويحث على الحوار والعودة إلى صوت المفاوضة. طيب لكن
يعني الآن الموجود ولكن الصعوبات كثيرة جدا حقيقة. طيب دكتور أحمد، دكتور أحمد بعد إذنك. نعم. كثر الحديث في فترات متفاوتة في الأزمة في ليبيا حول الخط الثالث، ودائما عندما نتحدث عن الخط الثالث في ليبيا العنوان الأبرز هو المجتمع المدني. هذا المكون هو مكون مدني، هل هذه محاولة، لأن مضمون البيان والأسماء والشخصيات قوية ووازنة، هل هذه محاولة بداية ظهور هذا الخط الثالث وأن يصبح له إيقاع في تشكيل المشهد ولو في حدود؟ هو طبعا انت لو شفت من هذا البيان رقم 10 يعني فيه 9 بيانات سابقة في مراحل صحيح. مختلفة. ولكن البيان هذا تحديدا يواكب الحراك اللي صاير الان في البلد ولإعادة الثقة زي ما قلت لك في إمكانية العودة إلى الحوار وإلى توحيد المؤسسات وإلى القيام بعمل إيجابي من أجل الوصول إلى حل الأزمة الليبية. فمواكبة الحدث هو الأهم يعني. ولكن يعني لا اعتقد ان من السهل ان نقول ان كل متفائلين على كل ما يحدث، لان في مشاكل يعني. احنا الان نرى ان مثلا حسب التفاهمات الليبيه والقرار وقف القتال ووقف النار كان يجب ان تتخلص ليبيا من المطلقه والقوات الاجنبيه في ظرف 3 أشهر، واحنا الان في الشهر 1.5 بعد اعلان الخبر هذا والامر هذا، ولم يكن شيء بخصوص المرتزقه والقوات الاجنبيه المتواجده على الارض. فهناك صعوبات الحقيقه، لكن اعتقد وجود كما تفضلت حضرتك وشفت القائمه تحتوي على اسمها لها وزنها الحقيقه في الاتصال السياسي في ليبيا. وبالتالي احنا نعود على الاسماء هذه ان يكون حضورها ليس فقط في المنتدى، وانما حتى تؤثر على مسار الحوار والوصول الى التفاهمات تسهل الوصول الى الانتخابات المجمع عقدها في 2021. وهذا هو المأمول دكتور احمد، والوصول الى اتفاقات تسمح بتفعيل الحل السياسي. اشكرك دكتور احمد معيوف الاكاديمي والكاتب الصوفي واحد المواقعين على البيان، هذا البيان 10 عن صالون نخبه ليبيا. اشكرك دكتور احمد، كنت معنا عبر الهاتف. اعود لك استاذ صلاح قبل ان نذهب إلى، وتحدثت عن خيار فرض الخيار، واضح أن ستيفاني ويليامز كما أشرت في آخر مداخلتك فرضت خيار. قبل ذلك تزامن عباس لم تفرض الخيار، اقترحت. هناك أطراف داخل الملتقى تنادي بانتخابات، لأن يعني السيد معيوف يعني عمل جيد وكذا، ولكن القضية هي أن الأطراف التي يجب أن توحد هذه المؤسسات مجلس الدولة ومجلس النواب لا تريد للآخرين أن يشاركوها في شيء، ولهذا اعترضوا على هذا الملتقى وحاولوا إفشاله. هنا تتحدث عن ملتقى الحوار الليبي الليبي في تونس. نعم. فمن سيوحد؟ أي جيش؟ لكن يعني أي مؤسسات؟ ولكن ستيفاني ويليامز عندما تقر تاريخ الانتخابات كان أقول طيب أنا تحفظ، أنا نتحفظ على فرضت، نقول بأنها إلى حد ما أقرت تاريخ، وهذا ليس بسيطا عندما نعرف ما هي موقع ستيفاني ويليامز. اتفقوا عليه، كان هناك من يقول خلال 18 شهر، خلال السنة، ما إلى ذلك، وفي النهاية اتفقوا على 24 ديسمبر على أساس أنه طيب. حل وسط. عباس كامل ذهب إلى بنغازي بعد 10 أيام تقريبا من زيارة عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا، هل هناك تنسيق فرنسي مصري الآن ومحاولة لتحييد المغامرات الإماراتية؟ بكل تأكيد، لأن ليس في مصلحة مصر، مصر تترقى إعانات من أمريكا، لا تستطيع أن تغضب أمريكا وتظهر بمظهر من يقف في جانب الروس، وخاصة الآن بعد هذه الفضائح عن التدخلات الروسية في مؤسسات أمريكية فاعلة استخباراتية وطاقة وما إلى ذلك. فأعتقد أن السيسي يقرأ في هذا المشهد ويعرف تماما بأنك لا تستطيع أن تختبر الرئيس الأمريكي، رئيس أمريكي جديد، وتنجب بفعلتك. يعني هو الآن تصدع في محور من يدعم أو في الأطراف التي تدعم خليفة حفتر، أم هي توزيع توزيع أدوار؟ أعتقد أن الجميع حذر جدا، يريد أن ينتظر إلى أن تتضح السياسة الأمريكية الجديدة، ولا يريدون أن يقعوا في أي أخطاء قبل ذلك. طيب في طرابلس
لا زال الوضع كما هو، أيضا لا أفق لتوافقات متينة صلبة تضمن الذهاب إلى الحوار كطرف مسؤول وطرف وازن. في تقديرك هل هذا يعود إلى عدم وجود رؤى واضحة؟ الجميع أيضا حتى في طرابلس ينتظر، لكن ينتظر من؟ يعني ليس هناك وجود لرؤى واضحة، هذه طبيعة المشهد السياسي الليبي منذ 2011. ليس لدينا طبقة سياسية نحن في ليبيا، ولذلك تجد هذا الخضم. رأيك هذا حاد نوعا ما في تعسف ممكن على مسارات كبيرة أستاذ صلاح؟ يا سيدي في ليبيا منذ 1969 إلى 2011 42 سنة، إن سمعت بأن البكوش مشترك في حزب ولم تبلغ عنه 10 سنوات حبس، والبكوش إعدام. ليس هناك طبقة سياسية في ليبيا، الطبقة السياسية في ليبيا كانت في الخمسينات والستينات، كانت هناك أحزاب بعث، كان هناك ماركسيين، كان هناك قوميين وناصريين وما إلى ذلك، واختفت تلك الطبقة بعد 69 تماما. في ليبيا ولكن لا يسمح بذكر اسم وزير، تقول وزير الطاقة في مباريات الكرة، لا يسمح لك بأن تذكر اسم اللاعب، تقول اللاعب رقم 7 أعطى الكرة للرقم 11. ولكن في 2011 على الأقل مستوى النضج للشارع الليبي خاصة في المحطات الانتخابية كان عاليا جدا، كان هناك أقبال على الانتخابات، كان هناك احتضان لمسار ديمقراطي في مهده، وبالتالي كانت هناك مؤشرات بأن لا هناك وعي. لا أعتقد أنا ذلك كان مدفوعا بأن النشوة بإسقاط نظام دكتاتوري على مدى استمر في الحكم لمدة 42 سنة، أدرينالين وزخم وكذا وفرحانين الناس، وكان هناك نوع من التوافق والمسامحة وما إلى ذلك، ولكن ذلك الوقود نفذ ودخلنا في معمعة الصراعات السياسية على السلطة وما إلى ذلك بدون أي قواعد، وعلى هذا الأساس ترى الصراع هو عنوان المرحلة الآن في طرابلس. من هم أطراف الصراع ولماذا يتصارعون على التحكم؟ من سيتحكم في المشهد الجديد الذي سيتمخض عن هذه اللقاءات وما إلى ذلك؟ وهناك أطراف داخل طرابلس، كانت هناك صراعات قديمة بينهم، التحالفات في حكومة الوفاق، فايز السراج، المجلس أعلى، المجلس الرئاسي، المجلس أعلى الدولة، التشكيلات المسلحة المختلفة داخل طرابلس، وعلى هذا الأساس أعتقد أن هناك تحالفات جديدة، وخاصة على قاعدة ماذا هذه التحالفات أستاذ صلاح؟ هذه ليس هناك قاعدة سياسية أو أي شيء من هذا القبيل، هي على الغنيمة، على الغنيمة بكل تأكيد. وهناك بالطبع أثار هذه الأشياء خاصة فتح بشاغة وزير الداخلية الذي يطمح أن يكون رئيس وزراء بدعم من حزب العدالة والبناء، واتخذ عدة خطوات اعتبرها الآخرون استفزازية، ويعتقدون بأنهم يجب أن يستعدوا للمرحلة القادمة، إن كان بشاغة سيكون رئيس الوزراء يجب أن يحموا ما لديهم من مكتسبات. ولكن هذا الآن ليس مضمون، لأن يعني قلت لا توجد قاعدة، يعني فما هناك حالة سيولة بالطبع في المشهد الليبي. حالة سيولة هذه هل هي قادرة أو عفواً هل هي مدفوع بها من أجل أن يبقى المشهد كما هو؟ يعني هناك أطراف داخلية وخارجية تريد أن يبقى المشهد كما هو، ليس في جامد، ولكن هذه السيولة التي لا تستطيع أن تبني على لا توجد أرضية تستطيع أن تبني عليها. لا، هي سيولة ومجموعات نفعية، يعني بكل تأكيد ليس لها برنامج للحكم، ليس لها رؤية وطنية وما إلى ذلك، وعلى هذا الأساس سوف تستمر هذه. ولكن طيب ستيفاني ويليامز ماذا ستفعل إذن؟ مهما فرضت ولو حتى بالصواريخ فرضت انتخابات، لا يمكن أن يوجد أي حل سياسي في مثل هذه المناخات. ما شوف، هي في الواقع ليس يعني لا يمكنك أن تضع الحل المثالي، أنت تختار أقل الحلول سوءا، هذا ما يحدث في ليبيا وما حدث على مدى 10 سنوات الماضية. ولكن أعتقد
أن الانتخابات الجميع موافق على الانتخابات، حتى الأطراف التي تتصارع الآن وقالت بأنها ستدعم الانتخابات وما إلى ذلك، ولكن سوف لن تصل بهم إلى حرب مفتوحة داخل طرابلس، لأن لا المجتمع الدولي ولا المحلي يريد تلك الحرب. هو حتى عقيلة صالح في فترة ما قال مع الحل السياسي والتقى مع أطراف من طرابلس وأراد أن يدفع أو أظهر من خلال تصريحاته بأن يدفع لحل سياسي، ولكنه في آخر الأمر انقلب على كل هذه المسارات. نفس الشيء يعني الآن ممكن أن نجد نفس السيناريو يتكرر في طرابلس، الجميع يدعو للانتخابات لحوار، ولكن كما ذكرت قاعدة الغنيمة ممكن تجعلهم يتراجعوا. بس الظروف تختلف. هناك الآن شعور عام في ليبيا بالإرهاق والإحباط وما إلى ذلك من ما حدث، قتلى وجرحى واستنزاف وحالة معيشية سيئة جدا، وسقطت جميع الأصنام بما فيها حفتر وانفضحت، ولذلك لم يعد هناك قيادات كبيرة تستطيع أن تدفع بأن الحرب هي الحل وأننا يمكن نتغلب على الطرف الآخر وما لذلك. أعتقد أن الجميع في حالة من الوهن التي ربما تسمح بحل سياسي. طيب طبقت دقيقتين تقريبا للبرنامج. نعم. 10 سنوات الآن الربيع العربي، ليبيا كانت من الأخطار والدول التي بشرت بأن يكون هذا الربيع أكثر إشراقا. بعد 10 سنوات بعيدا عن ما قلناه في هذه الساعة من السوداوية في المشهد، هل هناك في ليبيا ما يجعل في هذا المستقبل وفي هذا الواقع ويستشر في المستقبل ويقول بأن في هذا الوطن ما يستحق الحياة؟ بكل تأكيد، بكل تأكيد الدول العربية المنطقة حتى التي لم تحدث فيها ثورات دخلت إلى منعطف جديد في تاريخها. انتهينا قبل 17 فبراير، انتهينا من فترة الاستعمار وانتهينا من فترة القيادات التاريخية، عبد الناصر وبرقيبة وبن بلة وما إلى ذلك، ودخلنا لفترة الدكتاتوريات العبيطة هذه، والآن دخلنا إلى فترة أخرى. أعتقد أن ذلك مهم. 10 سنوات ليست بشيء كبير في عمر الأوطان، وعندما يعني تتعرف على أن في ليبيا كان هناك 42 سنة من القذافي، فلا استغرب أن يكون لدينا ما حدث الآن، ولكني أبقى متفائلا. شكرا لك أستاذ صلاح الدين بكوش المستشار الأسبق للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا. الشكر للزملاء في الإعداد والتنفيذ، لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة.